طيب انت كعضو بالميليشيات
وشارك الانتفاضة التشرين طبعاً تشارك طبعاً مستقيم من ريشان صح؟ زين هاي المشاركة من الانتفاضة ما سببت لك خطر على حياتك؟ ما اعتبروا هم أن يشارك عن المسؤول عنك؟ ما اعتبروا على هذا التدخل ما تكون دمامك التشرين؟ بصراحة يعني وايد عرض التهديد أعطاني مطلوبين أما أتلك المضاضرات أما يتقونها ويعني يكتوني بس أنا استمريت ما استمعت لهم بدأت التهديدات من بداية المظاهرات يعني حد ما خطفوني تعرضت للخطف من خطفت جهة يعني منهم وظلوني مطعم مشهود لمدة 3 أيام تهديد واعتراف ونسيل وأنواع التهديد تهديد نفسي كلها بسبب إنه شاركت بالمظاهرات والأسئلة اللي كانت يعني أسئلة غير واقعية يسألوني عن دعمكم أمريكا ومن اللي يدعمكم وأنا صراحة شكرا ما جاوب على الأسئلة لأن ما كان أكو شيء من هاي المواقع اللي جات تقول إياها ما عندي جواب عليها مثلا أمريكا تدعمكم أو جهات تدعمكم أو أنتم جوكرية هذا الشيء مو صحيح لأن احنا طلعنا لداخل إنه دفاع عن الوطن مثل ما طلعنا عشان طلعنا على الساحة مثل ما طلعنا على الضغط طلعنا على الفاشلين طبعا نعم استمرت 3 أيام خطافي من بعدها قدرت أتوقف منهم طلعين تعهدات وتوقيع إنه ما أذكر اسم الجهة ما أوصل يمهم ما أجيب اسمهم بعد وأترك ثورة تشرين هوائيا يعني وتركتها؟ لا ليه ما تركت آخر فترة إنه وصلوا إنه يخطفون أحد من أهلي وضربوا بيتنا وأنت بعد هاي الأحداث يعني استقلت معهم بشكل رسمي بعد الأحداث وصلنا موضوع إنه يم أهلي وقفت عن توقفت إنه عن خروج الساحات بس لكن فكرة وأنت بنفس الوقت يعني بعد تهديدك واختطافك أنت استقلت من هاي الميليشيات شو استقلت إيش في النهاية تمام طبعا عاجت إيدك وشكرا لك.